المزمن شنو اللي كيسبب هذا الشيء؟ شنو الحل؟ احنا داخلين على الشهر الصيام، الناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل ديال العصمه او الامساك كيتزيروا بزاف في رمضان، وهذا الشيء كيقدر تبان عنده اعراض جانبيه اخرى، منها انتفاخ البطن، منها مشكل ديال الغازات، منها عسر الهضم. فاليوم دكتوره منها الالام، منها الحريق، بغينا نعرفوا، منها البواسر، منها يعني امراض واعراض اخرى. بغينا نعرفوا شنو العلاقه بين هذا الشيء كله، شنو السبب الرئيسي اليوم حسب الدراسات العلميه والطبيه، وشنو هي اهم النصائح اللي غادي تقدم لنا هذا الصباح للناس باش يلقاو ان شاء الله عليها راحتهم. اول حاجه خصنا نعرفوا بالامساك المزمن، شنو معناته الامساك المزمن؟ منين كيكون يا اما الخروج الكبير كيكون متعسر يعني صعيب، يا اما قليل والمدة ديالو كيكون باش كنقولوا مزمن، يعني كيكون فات 3 شهور وحنا في هذه الحالة، واننا ما كندخلوش اكثر من 3 المرات في الاسبوع، عادي يمكننا نتكلموا على امساك مزمن. شنو الاسباب المباشرة ديالو؟ فالتغذية لها دور مباشر بالنسبة لهذا المشكل، هذا التوعك الصحي. انا بغيت نسولك شنو هو المعدل الصحي باش الانسان كيعمل الخروج الكبير؟ وحنا ملي كنعرفوا الخروج الكبير انه معنيته الجسم ديال الانسان كيتصفى وكيتخلص من الفضلات اللي كيخصها تخرج منه. شنو هو المعدل الصحي؟ واش مره او مرتين في اليوم؟ مره في اليوم مزيانه، الا دخل الانسان مره في اليوم راه مزيانه، حتى مره في يومين ما فيها باس، ولكن ملي كتولي قل من 3 المرات في الاسبوع هنا كيكون عندنا مشكل ديال الامساك، وهنا كيقدر يترتب عليه المشاكل اللي تكلمت عليهم في الاول، يعني انتفاخ في البطن، كيقدر يكونوا غازات معلوم، لانه كيوقعوا واحد لي فلاتولونس ديال البكتيريات ديال الجهاز الهضمي، كيقدر يوقع عليه هادشي ملي كيتجبد داك الجهاز الهضمي. فاحنا كنعرفوا بانه كاين لي نير العصب اللي دايرين به، وهذا كيؤدي الى الم، والناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل راه كيعرفوه. اذا هذا المشكل منين جاي؟ اولا التغذيه، سوء التغذيه. ثانيا قله شرب الماء. فالماء ضروري جدا باش نتفاداو هذا المشكل. ثالثا قله الحركه. دونك هادو هما العوامل المهمه والرئيسيه. حنا اليوم غنشوفوا شنو هما الحوايج اللي خصنا نركزوا عليهم في التغذيه، وشنو هما الحوايج اللي على العكس خصنا نبعدوا منهم باش نتفاداو هذا المشكل. خاصه وحنا مقبلين على شهر رمضان اللي كتقلل فيه الماكله وكيتبدل السلوك الغذائي ديالنا. دونك خصنا نهيئوا المصران اليوم باش ما نعانيوش في شهر رمضان. غالبا ما كتكثر الزيارات عند الاطباء الاخصائيين في الجهاز الهضمي، وخاصه على ود المشكل يا اما ديال الحريق ديال المعده، يا اما المشكل ديال الامساك اللي حنا اليوم كنتكلموا عليه. كمشكل مؤقت فوقاش كيقدر يظهر عند المراه او عند الانسان عموما؟ كنعرفوا انه اطفال ايضا كيولي عندهم هذا المشكل، وخاصه من الايام او الاسابيع الاولى حياتهم، يعني الرضع حديثي الولاده كيولي ايضا عندهم مشكل ديال الامساك. فشنو هي الاسباب في هذه الحاله حسب كل مرحله؟ واش كاين مراحل اللي معروف انه كيولي مثلا فتره الحمل واش المراه معرضه انه يولي عندها الامساك؟ هضرنا على هذه المراحل اذا كان ممكن، وشنو الاسباب في هذه الاوقات هذه؟ بالنسبه للرضع، اذا كانوا كياخذوا رضاعه طبيعيه فهذا متعلق مباشرة بالتغذية ديال الأم. شنو كتاكل الأم غادي داك الشيء يظهر غادي يدوز ليه في الحليب، وغادي يقدر يسبب ليه الإمساك. يعني إذا كانت الماكلة ديالها ما فيهاش ألياف كافية، فيها سكريات كثيرة، فهذا على زعما بالتأكيد غادي يؤدي إلى الإمساك بالنسبة للأم المرضعة وبالنسبة للجنين. بالنسبة للسيدة الحامل، علاش غيكون عندها المشكل ديال الإمساك؟ لأن الحجم ديال الوالدة كيكبر وكيضغط على الجهاز الهضمي، وما كيخليش دوك التقلصات يمروا بحال زعما السيده ملي تكون خارج هذه الفتره ديال الحمل. هذا هو المشكل، يعني خصها تكثر من شرب الماء، تكثر من اكل ديال الالياف، وتقلل من بعض الاطعمه اللي هما عندهم سبب مباشر في الامساك. ايضا ملي تيكون عندنا مشاكل صحيه، مثلا الى عندنا مشكل الغده الدرقيه، الى كان خمول في الغده الدرقيه
فهذا كيأخر كيولي كلشي غادي عندنا بالغالونتي، كلشي غادي عندنا معطل. كيدير اون باريس انتستينال كيولي ايضا خمول. داك البيريستالتيزم، داك التقلصات ديال المسارن كينقصوا، كيولي خمول ديال المسران. بعد النوبات كيكون عندنا مسران معكاز، كيقدر يكون ايضا مترتب على الناس اللي كيكونوا مشطونين عاوتاني اكثر من اللازم مع هذا المشكل، وكياخذوا ادويه دي لاكساتيف، ادويه اللي كيخرطوا لهم المسران، كيوليو ما كيدخلوا الا الا خداو الدواء، ما خداوش الدواء لان مسرانهم مولف العكس. كاين ايضا المشكل عند الناس الكبار، الناس الكبار كينقص المسنين، المسنين كينقص عندهم دوك التقلصات، كيبداو كينقصوا ديال الجهاز الهضمي من ناحيه، من ناحيه اخرى حنا كنعرفوا بان الحركه ديالهم كتقل، وان حتى شرب الماء الا ما رديناش معهم البال فهو ايضا كيقل، والماكله ديالهم كتقلل. دونك هادو هما المراحل في الحياه اللي كيقدر نتعرضوا فيهم لهذا المشكل. ايضا ملي كنكونوا كناخذوا بعض الادويه، مثلا ملي كنكونوا كناخذوا الكالسيوم، إذا كان عندنا مشكل هشاشات العظام فالدواء ديال الكالسيوم كيقدر يعطينا امساك. ملي كنكون عندنا مشكل ديال فقر الدم ايضا الدواء ديال فقر الدم كيقدر يعطينا امساك. دونك خصنا نحاولوا ندخلوا حوايج اخرين باش نتفاداو هاد المشكل. ملي كنتكلموا على المشكل ديال الامساك، واش هذا اليوم مرض؟ واش نهضروا عليه كانه مرض مزمن؟ بالطبع او هو مشكل صحي فقط؟ اولا فهو كيؤدي الى توتر، والتوتر كيؤدي الى الامساك. دونك هذا واحد كندورو في حلقه مفرغه. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى كيقدر يعطينا حريق الراس، كيقدر يعطينا الى كنا في هذه الحاله كيكون عندنا حريق ايضا في البطن، كيقدروا يكون عندنا غازات. اذا كنكونوا مضطربين نفسانيا وجسميا، راه حنا مضرورين، وتا النفسانيه ديالنا حتى هي مضروره بحكم انك تحسي براسك ماشي على خاطر. شنو هو العضو في الجسم اللي عنده علاقه مباشره بهذا المرض ديال الامساك؟ واش هو المسران الكبير؟ هو المسران الكبير. المسران الكبير اللي هو اطول عضو تعيلي في الجسم او اكبر عضو. هو الدماغ الثاني. هو غادي يعبر على المشاكل النفسية ديالنا، غادي يعبر على الحالة النفسية ديالنا ككل، وغادي يعبر على الحالة الغذائية ديالنا، يعني شنو كناكلو راه غادي يأثر علينا مباشرة. غادي ناخذوا أسئلتكم مستمعينا، مرحبا بكم معنا. فاطمة الزهراء من أزرو، صباح الخير. لا المواضيع اللي كتطرقوا ليها لحقاش كتهمنا بواحد الشكل كبير. الله يبارك فيك. شكرا للدكتورة سناء تهيا. تحية كبيرة للناس ديال أزرو. كنستافدوا منك بزاف، بارك الله فيك. الله يخليك. تفضل شنو سؤالك؟ عرفك أنا السؤال ديالي هو على ولدي عنده 5 سنين. ومن نهار تقريبا من نهار تزاد وأنا كنعاني معاه من المشكل ديال الإمساك. نعم. المهم تقريبا ملي تزاد ديتي للطبيب الاطفال؟ ديتو وديجا كان عنده فقر الدم. اييه. كان كيشرب هذاك الدواء ديال فقر الدم، داك السيرو. مي كيزيد له المشكل ديال القبض. تماما. كان يعني كيولي عزكم الله كيطلق هكا في الملابس الداخليه ديالو، كيبقى ما كيبغيش يمشي للتواليت، وكيبقى يدخل تحت الطبله يتخضع باش ما يمشيش للتواليت، وحيت كيتقصح. كيتقصح لان شنو كيوقع؟ انه ذاك الخروج الكبير ديالو كيكون ناشف من الماء، وكيكون كيدير ليه واحد اون سيغ ديستونسيون، كيوسع ليه المخرج عليها، كيتقصح مسكين بزاف. دونك ولا بد في الماكله ديالو خصك تردي البال، خص يكون الياف بكفايه. الالياف فين غنلقاهم؟ غنلقاهم في الفواكه وفي الخضروات، نلقاوهم في القطاني ايضا. خصك تعطيه الماء، يشرب الماء مزيان. معنا فاطمة الزهراء معاكم. نقصي له من اللحم الاحمر، لان حتى اللحم الاحمر حتى هو كيقدر، ما كيبغيش ياكلو لي نهائيا. هو ياكل الحوت، ياكل شويه الدجاج، مي اللحم ما كيبغيش، ما كيحملوش. ودابا مع حيت حتى ذاك الدواء اللي كتعطيه ليه ديال فقر الدم، حتى هو كيقدر يسبب ليه في الامساك. دونك حاولي تعطيه مع عصير الليمون وتخلطي معاه الباربه، في نفس الوقت غادي تنفعيه، لان لا فيتامين سي غتثبت ذاك الحديد، والباربا ايضا غادي تعاونوا باش والليمون غادي يعاونوه باش الخروج الكبير ديالو يسهل عليه.
عفاك دكتورة، دابا فاش كياخذ مثلا شي سيرو ديال الإمساك ما كينفعوش نهائيا، ولكن الا مثلا في التغذيه ديال الوزن شي شويه وكنحاول معاه زعما راه هادشي صحي، كندير له الشوربه ديال القرعه الحمراء مزيان بخيزو والفرماج، والمهم كتعجبو كياكلها. واش ماشي زعما التساؤل ديالي اللي تيضر اللي ديرونجيني هو واش مثلا حيت ما كيخرجش يوميا ماشي مشكل، المهم راه دابا مؤخرا كيخرج هكا مره في يومين مره ثلاث ايام، المهم كيخرج، ولكن واش ماشي مشكل زعما حيت ما كيخرجش يوميا. بغيتي تقصدي واش حيت ما كيتحركش هاد الوليد؟ لا واش هاد المساله ما كتزيدش تعمق المشكل؟ لا لا ما كيخرج زعما ما كيعملش الخروج، الخروج ديالو الكبير ما ولد خمس سنين غيكون كيتحرك، ما غيكونش عندنا المشكل ديال الرياضه بالنسبه لوليد خمس سنين. المشكل ديالو غيكون التغذيه، وهي قالتها قالت لك بان ملي كتسقاد له الماكله ديالو كينفعو اكثر ما كينفعو الدواء. وحاولي حتى السقاطه ردي بالك معها فاطمه الزهراء، لان السقاطه حلوه كتشد معها الماء كتنشف داك لو بول فيكال، داك الخروج الكبير كيولي ناشف ما كيبقاش فيه الماء وما كيكونش ساهل الخروج ديالو. وعلاش كيصعب عليه واخا كتعطيه السيرويات ديال السهله وما كيتسهلش؟ لان كيكون عنده ان بوشون تيرمينال، يعني داك المؤخره ديال المصران كيكون حاصل فيها داك الخروج الكبير ناشف وحابس بحال ان بوشون، شي حاجه اللي حابسه، دونك خصو بعدا حتى يخرج، يعني دوك القويلبات ربما ديال الكليسيرين يقدروا ينفعوه اكثر ما الا عطيتيه سيرو اللي غادي يرطب ليه كرشو، لان غيرطبها من الفوق، ولكن من الخروج زعما المؤخره ديال المصران غادي يصعب الحال. راه دكتوره عافاك نعم، لا لا واش حيت يعني السؤال ديالي واش حيت ما كيخرجش يوميا واش ماشي مشكل يومين ثلاث ايام يخرج ماشي مشكل ما ياثرلوش على صحته؟ على يومين ماشي مشكل، على ثلاث ايام هنا خصك غير دوز يومين وما دخلش، هنا خصك تعطيه الدواء او تشوفي بعدا في الماكله شنو كاين. صافي اتفقنا فاطمه الزهراء، شكرا بارك الله فيك. الله يخلي لك وليدك. غادي ناخذ اختي عندي سؤال على قبل الإمساك. إيه؟ انا كنعاني منه ملي كنت صغيره. نعم. من سبع سنين ثمان سنين بحال هكاك، وهذه شي سبع سنين دابا كناخذ الدواء ديال فقر الدم وتزاد عليا الإمساك. وانا دابا حامله وعندي اربع شهور. ودابا المشكل ملي كنبغي ناخذ شي حاجه على فقر الدم بحال مثلا العدس ولا السردين ولا هذا كيزيد كيضرني المصران، كيكون عندي ليغاز، كيكون عندي حرق الراس، انتفاخ، ديما كنحس براسي منفوخه. دابا مع الحماله زدت كثر فعلا. دابا انت عندك بزاف ديال الاسباب وديال ديال المسببات ديال هذا المشكل اللي هو اصلا عندك مزمن. ممكن تقولي لنا شنو كتاكلي باش هكذا دكتوره سناء نكونوا عمليين وناخذوا اكبر عدد المستمعات؟ دابا انت اربع شهور، شنو كتاكلي عاده كل يوم؟ يعني تناكل بحال مثلا الخضار يوميا تقريبا، تناكل الدجاج، الحوت، اللحم، تناكل اللوز، قرقاع، التمر، هذا الشيء كلشي تناكلو. ما يعني تقريبا كلشي تناكل. دابا كنحاول كنتفادى غير داكشي اللي فيه لي غاز بحال الليمون، بحال لي شو، بحال الشيفلور، الخضر اللي فيهم شويه لي غاز. واخا دكتوره سناء عندنا مكالمات كثيره، دونك اشنو تقول الاحلام؟ لانه مازال عندنا بزاف ديال الاسئله. الاحلام شحال كتشربي ديال الماء احلام؟ تقريبا تنشرب ايترونس. ايترونس شويه قليله، خصك تحاولي تطلعيها لجوج يترو. وكتحركي شي شويه احلام؟ كنتحرك ولا بدا خصنا الحركه. وخصك في الاطعمه ديالك راه مزيان، نقصي غير اللحم الاحمر، ما تكثريش، ماشي اكثر من مره في الاسبوع، لان حتى هو تيقدر يؤدي الى فقر الدم. بالنسبه لليمون كيضرك واش الا كان عصير ولا الا كليتيه؟ لا بجوج، بجوج بهم تيضروا. بغيتي تقول اللحم الاحمر كيؤدي للامساك ماشي لفقر الدم. الامساك وحنا مباشره هذا الشيء كيتراقي باش الامساك، ولكن واقع معايا. اها اذا القسم اللحم الاحمر العدس باش ينفعك وما يضركش، واحد ديك الطريقه اللي تنقول لكم دائما ديال تغسلوه وتيبسوه وتردوه بحال البودره وتاخذي معلقه يوميا فغادي تنفعك مزيان. حاولي تاخذي ايضا واحد الوصفه مزيان بزاف، نخاله ديال الزرع ولا نخاله ديال الخرطال، كتحمريها كديري معلقه في ياغورت،
فهذه مفيدة جدا بالنسبة للإمساك. بالنسبة لك أيضا الكيوي مهم، لان الكيوي في نفس الوقت فيه لا فيتامين سي، دونك غيثبت لك الحديد اللي كاين في الدواء اللي كتاخدي. وفي نفس الوقت الا خديتيه على الريق تاخدي جوج كيويات كل صباح وتفكريني النتيجه اللي غادي تحصلي عليها ان شاء الله. الله يكمل كل شيء بخير وعلى خير احلام. بارك الله فيك، شكرا بزاف. تهلا في راسك، وحنا مازال غنزيدوا نصائح اخرى. خليك معنا في الاستماع، نمشيو لطنجه معنا رقيه. السلام عليكم. مرحبا. انا كنت حامله فوقاش ما كنولد، دابا هذه الولده الثالثه عندي كنعاني من الامساك. حتى تتولدي؟ ها؟ حتى كنولد. حتى كتولدي؟ مور الولاده. مور الولاده، في الولاده ما كيكون عندي حتى شي مشكل ملي كنكون حامله. ايه ملي كنولد كنبقى نعاني منه هكذاك، واخا كنشرب الدواء ما كيدير لي حتى شي حاجه. لان خصك تردي بالك مع الماكله رؤيا، يمكن ما كتشربيش كفايه لان انت كترضعي. الرضاعه بيدها خصها بزاف الماء، دونك داكشي اللي كيمشي في الحليب راه كيضيع منك انتيا، دونك خصك ولا بد تعوضي داك الماء اللي كيمشي. خصك تفوتي جوج يترو، يعني تفوتي توصلي جوج يترو ونص حتى ثلاثة يترو في النهار. رؤيا واش كتشربيها متى تكوني كترضعي؟ لا كنشرب تقريبا يترو ونص. لا ما كافيش عليها، كيكون عندك المشكل الامساك. وحاولي ديري مثلا عصير البرقوق، تحاولي ديري لي زيبيناغ، وديري الكيوي في الفطور او الشريحه ولا البرقوق اليابس، تبيتيه بالليل في الماء، غسليه مزيان باش هذاك الميه تقدري تستافدي منها وتشربيها، ولا غدا تاكليه على الريق، ولا عصير البرقوق تقدري غير البرقوق ترطبيه في الماء وتطحنيه. وسمح لي عندي سؤال اخر. نعم رؤيا. بغيت نزل من الوزن ديالي، وملي كنبقى نتبع شي حميه او شي حاجه كتبقى تجيني شخفه، ما كنقدرش نكمل. حيت انا شنو تنقول لكم رؤيا، الحميه راه ماشي تحرمي راسك بصفه نهائيه، الحميه هي تغيض نقصي شي شويه من الماكله اللي كتاكلي، تنظمي الاوقات الاكل ديالك والنوعيه ديال الماكله تكون جيده، يعني غنبعدوا من الحلاوه السريعه، السكر السريع، ونبعدوا من الليدام. الا طبقتي غير هادشي كيف قلت لك راه ان شاء الله غادي تنقصي رؤيا، وخص هادشي يكون توعي به بان هادشي اللي خصك تلتزمي به دائما ماشي غير فتره محدده. نعم. عليها ما تنقولكمش تاكل المسلوق والمبخر، هادشي دغيا غيطلع لك في راسك وما غتقدريش تكملي. ماكلتك العاديه، خفي يدك في اليدام، خفي يدك في الملحه، وحيدي عليك السكر السريع. تهلا في راسك رؤيه، تحيه لكم بطنجه. نمشيو لتازه معنا فاطمه الزهراء. اهلا بك على راديو اصوات. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حنا كنتسالوا في الشمال من قبيله وحنا في الشمال. تحية لك وتحية الدكتورة سارة، أختي سارة. مرحبا. شوف فاطمة الزهراء مرحبا بك، ناخذ سؤالك قبل ما يمشي يقطع لك الخط. قول لي أنا عندي مشكل الإمساك. إيه. ضعفت بزاف، واخا أشرب الماء واخا ناخذ الخضرة، ولكن المشكل ما بغاش فيها. شحال هادي هو فيك هذا المشكل؟ مشكل دابا 3 سنين دابا هادي. وشنو طرا هادي 3 سنين؟ عندي مشكل جرثومه الحاله الزونيه، واش هي السبب زعما تكون هي السبب ولا؟ شنو عندك مشكله فاطمه الزهراء؟ جرثومه الحاله الزونيه. جرثومه الحاله الزونيه. شنو هي الجرثومه الحاله الزونيه؟ هي الهيليكوباكتر بيلوري. واخا. اللي في المعده. واش السبب؟ واش هي كتسبب الامساك؟ لا. المشكل هي انها ولات كتخاف من الماكله، وربما ما كتاكليش مزيان فاطمه الزهراء. وليتي كتخافي من الماكله اللي دير لك لا تضرك في المعده، وشحال من حاجه كتهربي منها وما كتاكليش مزيان. هادشي اللي واقع لك؟ غير الماء الا شربتهم كيضروني. نعم؟ غير الماء الا شربتهم كيضروني. واخا واش خديتي الدواء ديال هاد الجرثومه؟ خديته لمده شهر وما قديتش نكمل، وجاني مجهد عليا. ولكن شهر ما كافيش. خصك ترجعي عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي يشوف معاك فين وصل هاد 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 الجرثومه، واش باقا ولا ما باقاش. الا ما تعالجاتش غادي تبقى كتاكل لك في المعده ديالك وكطيبها،
وانتيا اي حاجه غتاكليها غتاثر لك على المعده وعليها ضعافيتي وعليها عندك مشكل ديال الامساك. دونك هادشي راه شي شاد شي والسبب ديال هاد الليكوباكتير غير مباشر، يعني حيت كاينه الجرثومه مطيبه لك المعده كتضرك الماكله عليها كتهربي منها ما كتشربيش الماء كافي، قلتي حتى الماء كيضرك، اذا غتكوني كتهربي من شحال من حاجه اللي فيها الافاده ليك باش ما يبقاش عندك هذا مشكل الامساك. كنوعدك فاطمه الزهراء نرجعوا ان شاء الله في حصه مقبله مع الدكتوره سناء لهذا الموضوع، حنا غنسجلوا هي كدكتوره ونوجدوا ان شاء الله حلقه خاصه به. مرحبا. ولكن في انتظار ذلك انت ضروري رجعي للطبيب او الطبيبه اللي متبعه معاه، قول له ودي راه ما كملتش تريتمون وما والمنيش، منين كنمشيو للطبيب اختصاصي وكنديروا واحد العلاج، هذاك العلاج ما كنقدروش عليه، ما نجيوش ونوقفوه، لانه شتي دابا داك الشهر راه بحال ما عمرك درتيه، لانه ما كاينش نتيجه. فاحسن حاجه نرجعوا للطبيب نقولوا له عافاك واش ممكن تبدل لي الدواء، راه ما قدرتش على داك العلاج. سيري عنده، لانه دابا داخلين على شهر رمضان وغادي تبغي تصومي ان شاء الله، الله يقبل. شوفي مع الطبيب ديالك الحاله ديالك دابا واش غتسمح لك بالصيام او لا، وان شاء الله خذي زمام الامور، لانه هذه الامور الا ما تعالجاتش راه كتبقى كتعمق وكتضرر المعده للانسان بزاف، وربما توصلي لشي حاله اللي من بعد كيصعب العلاج ديالها. متمنياتي لك بالصحه والسلامه. غادي نمشيو من تازا غناخذوا كريمه معنا من الدار البيضاء، اهلا بك على راديو اسوات. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كنشكركم على الموضوع بزاف وكان ديما كنحاول نهضر معاكم. ايوا احنا اليوم معاك. ربي يخليك. انا عندي مشكل ديال القبض غير في الفتره ديال فقر الدم، دابا كناخذ ثاني ديال فقر الدم كيجيني قبض بزاف. وكنشرب الماء ماشي ما كنشربش الماء. وصيام غير كنفطر كيجيني الاسهال واعر. باش كتفطري كريمه؟ كنفضل ديما نشرب حاجه سخونه ما نشربش حاجه بارده دائما. والمشكل ديما عندي الملوك في حياه المراره عاد عندي هذا المشكل. دكتوره نعم ربما عندها هذا المشكل بالفعل، المراره كتخربق لنا الجهاز الهضمي ديالنا ككل، وكيقدر يكون عندنا هذا المشكل، خصها تهرب من الحوايج. ولكن دابا عندها المشكل معقد، عندها لا كونستيباسيون في سير الايام وعندها الاسهال في رمضان وفقر الدم. راه بالنسبه لفقر الدم الدواء ديالو بالفعل راه قلتها في الاول بان غير الدواء ديالو هو كيسبب هذا المشكل ديال الامساك. دونك ضروري ما مع فقر الدم نحاولوا كيف قلت لكم نقلوا من اللحوم الحمراء، ناخذوا الالياف، نشربوا الماء كافي، نتحركوا، نقدروا ناخذوا دي بروبيوتيك اللي كاينين في الياغورت ولا في بعض الاجبان، ناخذوا حبوب كامله، هذا الشيء ضروري ومؤكد، ناخذوا مثلا زريعه الكتان مزيانه، ناخذوا لي غرين دو شيا، ناخذوا لافوان، الخرطال، هادو كلهم مزيانين غادي ينفعونا كمية قليلة غادي ينفعونا المشكل الإمساك. بالنسبة للصيام خصها تشوف ربما عندها واحد الحساسية لبعض الأطعمة اللي كيخليو يديروا لها هذاك الإسهال، يعني إلا خدات الحليب ربما هو اللي غادي يديروا لها، إلا خدات هاد الشوربة في الأول داك الخضرة اللي كتنزل ربما صعيب عليها الألياف كثيرة مع الصيام، دونك خصها تمشي بشوية تاخذ التمرات وتسنى واحد شي شوية عاد تاكل بشوية بشوية، ربما خصها ماكلة قاصحه ماشي ماكله اللي هي جاريه من الاول، حيت كلها وكيفاش داير الجهاز الهضمي ديالو. بالنسبه لكريمه هي تتقول لك هي كتشرب الشوربه كيجيها الاسهال، ربما ديك الشوربه هي اللي سبب مشاكل لان فيها الياف كثيره عليها يمكن ما مولفهاش قبل، لان حنا ملي تيكون عندنا مشكل الامساك وكنبغيو ندخلوا الالياف راه كندخلوهم تدريجيا ماشي من ساعتنا غناخذوا بزاف، 5 غرام كل اسبوع اللي غنبداو ندخلوا ماشي بواحد الشكل اللي كثير، ربما هادشي اللي تيضر كريمه. ما يكون بس عندك كريمه، اذا هادشي تركزي عليه. يحيدوا الرز الابيض، يحيدوا الدقيق الابيض، اللحوم الحمراء ما يكثروش منها، البطاطا ايضا، الحلويات، المشروبات الغازيه والعصير ملي تيكون حتى هو حلو، هادو كلهم مسائل اللي كتقدر تؤدي الى الامساك. البنان ايضا خاصه الى ما كانش طايب فهو حتى هو كيؤدي الى الامساك، والخزو الى كان طايب، وحنا كنعرفوا الناس اللي كيكون عندهم الاسهال كنطيبوا لهم الرز وخزو باش كتقبط لهم الكرش، فخزو الى كان طايب فكيقبط الكرش حتى هو نتفاداو. قبيله سمعت السيده كتقول لنا كندير الصوبه ديال القرعه الحمراء وخزو، القرعه الحمراء هي مزيانه فيها الياف اللي غادي تساعدها، خزو بحال كيعاكس
داك المفعول ديال كاين ديك القرعه القرعه الخضراء كتسهل حتى هي الكرش مزيانه معلوم القرعه الخضراء اللوبيا البورو البقوليات عموما وهذا وقتهم يعني من بقوله من صبانخ الباربا ايضا مهمه عصير الباربا مع الليمون ممتاز جدا ناخذوه قبل من الوجبه ديال الغداء مثلا او في الفطور لما لا ندخلوه كعصير ديال الفطور كيوي اللي تكلمت عليه قبيله يتخاذ هو الاول الصباح على الريق او البرقوق اليابس جوج برقوقات او الشريحه جوج شريحات ايضا ناخذوا الفواكه الحمراء ممتازه الحوامض بصفه عامه المونغ وكيف قلنا في الخضره ناخذوا الخيار هادشي اللي خضر السلطه اللي خضره الخيار مطيشه الخس حتى الزبينا نحاولوا ناخذهم خضرين حتى هما تيسهلوا عمليه الهضم ناخذوا خبيز ديال الزرع في الغداء والمعلقه اللي تكلمت عليها صوفيا قبيله ديال النخاله ممتازه جدا وبتجريب انا كدار النخاله او حتى لافوان حتى الخرطال النخاله ديالو كتحمر كناخذوا معلقه تقدر نديروها في قريعه ديال الدجاج ونخليوها ماشي كل نهار غنبداو نحمروها نخليوها واحد الاسبوع ونبداو ناخذوا منها معلقه صغيره في كاس ديال الياغورت ممتازه جدا لان حتى داك الياغورت فيه دي بروبيوتيك اللي حتى هما ايضا تينفعوا داك الميكروبيوت يعني داك الميكروبات اللي كيكونوا دائما عندنا طبيعيا كنحسنوا من النوعيه ديالهم وكيسهل علينا عمليه الهضم سيدات اللي فتره الحمل ديالهم وعندهم مشكل ديال الامساك وعندهم حتى لي غاز الغازات لان هادشي كله من التغذيه ملي غتاخذي السكر السريع غادي يحبس لك غيشد معاه الماء وغادي يدير لنا واحد البكتيريات اللي هما اللي كينتجوا لنا دوك الغازات وحتى ملي كيبقى داك كيتعطل لينا داك لو بول فيكال كيتعطل في الخروج فهو كيعيط على بكتيريات اللي كيديروا لنا دوك الغازات اللي كيترتب عليهم الاوجاع. ام نعيمه من طنجه فوزيه من الدار البيضاء السلام عليكم ام نعيمه. مرحبا طلاب. مرحبا شنو سؤالك لاله مرحبا. الله يرحم والديك الله يشافيك الله يبارك فيك ويخليك وليداتك. اللهم امين شنو سؤالك ام نعيمه؟ السؤال ديالي بغيت نسقسي الدكتوره دابا بنتي فيها اجر صمود المعده وعملت داك التحاليل كاملين بثلاثه. ودابا قالوا لها تعمل المنظر دابا المنظر اللي فيه مشكل دابا كل واحد الثمن شنو كيقول لي؟ كاين اللي كيقول لي 60000 ريال، كاين اللي كيقول لي 40000 ريال، كل واحد شنو كيقول لي على المنظار. نعم. وشنو المشكلة أم نائمة؟ قالوا جرت صمود المعدة. دابا علاش كيقولوا لك المنظار؟ لأن هما خصهم يشوفوا شنو هي الأضرار اللي سبات هذه الجرثومة. الطبيب ما يمكنليش كيف تنقول ما تيقدرش يقرا على ظهر يديه، شي مسائل اللي هو لابد خصو يا إما تلفازة يا إما شي وسائل من الوسائل الطبية الحديثة. بالنسبة لهذا المشكل الجرثومة فهي كتأثر على الثوب المعدة، خصو يشوفوا واش دايرة غير التهاب ولا دايرة قرحة ولا فين واصلة. ولا بد من هذا المنظار مع الاسف زعما حاولي ديريه في السبيطار الا كان يدار خذي ليها الموعد وديريه لها في السبيطار ولكن ضروري زعما خصها دير هذا المنظار ولا بد لان خصو يشوف شنو واقع ما يمكنلوش يعرف غير من التشخيص زعما السريري ما يمكنلوش يعرف شنو واقع بالضبط في المعده خصو يشوف. غادي ناخذوا الان فوزيه معنا من الدار البيضاء وصلت الفكره ديالك طبعا النصيحه شكرا. شكرا فوزيه السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بك. السلام. عواشر مبروكه. الله يبارك فيك علينا وعليك. كنشكركم على هذا البرنامج كنستافدوا منكم بزاف. مرحبا لاله فوزيه تفضل احنا في الخدمه شنو سؤالك دكتور؟ اختي بغيت نسولكم على القبض ديما كاين القبض. ايه. وعندي فقر الدم كيقول لي ما تاكليش الفول، واش عنده علاقه بفقر الدم الفول؟ لا علاش؟ الفول الفول الخضر ولا الفول اليابس؟ بجوج كيقولوا لي ما تاكليش الفول وحاولي تبعدي من الجلبانه غير الناس ماشي الطبيب. لا الفول ما عنده حتى شي علاقه بفقر الدم على العكس فالقطاني ديما تنقول لكم بان فيها ماده الحديد حتى الفول اليابس حتى وراه فيه الحديد دونك لا ما كاينش مشكل يقدر يكون عندك مشكل ديال الغاز ممكن دونك ديك الساعه تقدري تسلقي ذاك الفول تحيدي الماء ديالو الاول ديال السليق وعاد ديري ليه العطريه ديالك اللي بغيتي ديريها الا بغيتيه ما ياثرش لك ما ينفخكش بزاف. شكرا لك. والجلبانه ايضا كتقدر دير غازات اما بالنسبه لفقر الدم فهاد جوج ما عندهمش علاقه يديروا لك الغاز ممكن فقر الدم لا.
ويا ريت واضبي على النصائح اللي عطات الدكتوره، ان شاء الله يكون خير وما يبقى عندك حتى شي باس بحول الله. خلاصة موضوعنا اليوم، شفنا أنه القبض أو الإمساك المزمن كيسببوه مجموعة من الأمراض، مجموعة من الاختلالات في الجسم، ولكن الحل الأساسي والعلاج الأساسي هو معتمد ومرتكز على التغذية اللي غادي تتبعوها. وعاود أكدنا عليها وشنو خاصكم توقفوا وشنو خاصكم تكتروا منه. نصيحة أخيرة دكتورة سناء، ملي كنتكلموا على الماء وأهمية شرب الماء، جوج ثلاثة يطرد الماء في اليوم، جوج يطرو بالنسبة للنساء، ثلاثة يطرو بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء الحواميل يمشيو ثلاثة يطرو. نيجا نقولوا الماء ماشي بالشرط غير الماء، يقدروا حتى يكونوا حتى ديزانفوزيون، يعني شي لويزا ولا مويه ديال الخضرة ايضا حتى هي مزيانة، راه داخلة في داك الماء اللي كنتكلموا عليه. عصير ديال التفاح، عصير ديال العنب، هادو بجوج ممتازين. نكثروا من شرب الماء، عفوا كيف قلنا، نكثروا من الحركة، يعني قلة الحركة ايضا كتؤدي للإمساك. نحيدوا من الأطعمة المصنعة، يعني المشي. نحيدوا من الأطعمة المصنعة فهي أيضا كتأثر علينا. نحاولوا نتفادوا الأطعمة الحلوة بزاف ولا المالحة بزاف، لأنها كتشد معاها الماء وكتنشف داك لو بول فيكال، الخروج الكبير كينشف من الماء. نردوا بالنا ملي كنكونوا كنتناولوا أدوية بحال الكالسيوم ولا الأدوية ديال فقر الدم، لأنها كتأدي، وتا الأدوية اللي كتغلف لينا المعدة ملي تيكون عندنا مشكل ديال الحموضة، فهذوك الأدوية ديال المضادة للحموضة حتى هي كتقدر تؤدي الى الامساك. ونتفاداو الارق، لان الارق سبب ايضا مباشر لهذا المشكل ديال الامساك. شكرا لك كثير دكتوره سناء اللي بغيت تواصل معك. بالنسبه للعياده الارقام كالتالي: 0522 36 54 56، او 0522 94 15 98. بالنسبه للاسئله ديالكم مرحبا في على القناه في اليوتيوب دوك دي او سي نقطه سناء اليناني اس ا ان ا او ال اي ان ا ان اي، او على الانستغرام دي ار تيري ديال 8 سناء اليناني اس ا ان ا او ال اي ان ا ان اي. مرحبا بكم وباسئلتكم.